وبنرحب بحضراتكم تاني بعد الفاصل. وبمناسبة احتفالات سيناء يسعدنا ان يكون معانا ابن من ابناء شمال سيناء ارض الفيروز، استاذ محمد سلامة، مساعد امين تنظيم حزب حماية الوطن. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا. اهلا بيك. شرف لي طبعا انا اكون موجود معاكم. تمام، احنا كنا عاوزين نعرف من حضرتك ايه حكاية حزب الوطن ده وايه فكرته؟ احنا حزب حماية الوطن، انا مساعد امين تنظيم الحزب في العاصمة في القاهرة. الحزب أسسه الفريق جلال هريدي، والفريق جلال هريدي ده اللي أسس الصاعقة المصرية. فأوريدي أنت على طول يعني وأنت مغمض واحد مؤسس الصاعقة المصرية، جهاز ومن أقوى الأجهزة في الجيش المصري. فلما نقول الفريق جلال هريدي يعني كحزب هنمشي بنفس النمط أو على نفس المستوى إن شاء الله، نحن نوصل لمراحل متقدمة في الشارع المصري إن شاء الله. إحنا طبعا أمانة القاهرة تحت أمانة السيد اللواء فريق فاروق مجاهد، طبعا عضو مجلس الشيوخ، والمستشار ايمن عامر مساعد امين مساعد 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 امين التنظيم، وانا المساعد للاستاذ ايمن عامر المستشار. امانه التنظيم احنا بناخد من الامانه من اللي هو فاروق مثلا البيانات، امانه التنظيم بتاخد القرارات فيها وبنوصلها مثلا بامانه العلاقات العامه. مثلا عندنا السيد هشام سويلم، او بنقول الحاجه دي تطلع للاعلام عن طريق اللي هو سميره المصري، تمام. او امانه المواطنه عايزين نعمل اجتماعات للمواطنه او لامانه الشباب. فالدور التنظيمي في الحزب او في الامانه مرتبط بامانه التنظيم. كمان احنا عندنا حاجه، عندنا اقسام في جميع المحافظه، والاقسام فيها امانات تنظيم. كمان بعد الاقسام عندنا شيخات، فأمان تنظيم في الحزب مسؤولة عن التواصل مع كل دول. طيب بالنسبة لنا أستاذ محمد دلوقتي طبعا بما لسه في إطار احتفالات مصر، جمهورية مصر العربية كلها وكل الشعب بانتصارات أكتوبر، وطبعا بما إن الأحداث الحالية اللي حاصلة برضه في شمال سيناء اللي هي طبعا دور القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب اللي موجود حاليا في سيناء، وبالإضافة طبعا للعملية الشاملة سيناء، احنا عايزين نعرف دور القوات المسلحه ايه في تنميه سيناء دلوقتي واللي بيحصل في سيناء. بص، انت مهما نتكلم عن دور القوات المسلحه مش هنفيهم حقهم طبعا. اولا الناس بتضحي بارواحها، بتسيب اسرها. مناسبه زي مثلا اقرب حاجه عندنا كان مشكله، احنا في مربع رابع نطاق رابعه ورمانه طبعا. في ايام العيد الناس سايبه اسرها وبيوتها وجايه بتحارب طبعا. احنا بنقول هم ناس بتضحي بكل ما يملك، يعني عايز اقول لك كل شويه في شهيد، كل طبعاً. خمس كل دقائق يوم في شهيد، بنسمع ان في ولكن ده هم شرف ليهم ان هو ياخد الشهاده طبعا، وشرف طبعاً. ان احنا تحت حماه الجيش المصري. فالجيش المصري مهما تقول احنا من 73 لحد النهارده الجيش المصري بيحارب. الاول كان عدوك ظاهر، النهارده مش ظاهر، النهارده بتحارب اشباح. الموضوع كبير جدا، كمان بتحاربه في ارضه، يعني هو عارف خبايا الارض دي ايه، عارف المناطق اللي هيهرب فيها ايه، لكن يعني عناصر الجيش او كده بيكونوا رايحين لارض غريبه عليهم، فده بيكون اصعب لهم ان هو يحارب او يدور على حد هو مش عندك. ربنا يعني يحفظ الجيش كله. عندك مثلا المخابرات الحربيه شغاله، عندك المخابرات العامه، عندك مخابرات حرس الحدود شغاله على نطاق البحر وبحيره البردويل والمملكه الصحراويه، عندك الامن الوطني شغال، وزاره الداخليه، كلها تتكاتف مع بعض، الدوله كلها متعاونه في كل اجهزه الدوله. وعندنا كمان المشايخ والشباب طبعا، ده بالاضافه للمشاريع التنمويه اللي بتتعمل في سيناء برضه، يعني المشاريع التنمويه زي اللي بيقولها يد تحمل السلاح ويد تبني الارض. احنا في حزب حماه الوطن شعارنا معا نبني، وما يعني معا نبني ومعا نحمي، معا نحميها، يعني حد يبني وحد يحمي طبعا. عندنا مثلا الطفره اللي حصلت في الفتره الاوان الاخيره دي، كمان ان في مثلا نفق اتعمل في اسماعيليه، تسهيل حركه المواطنين في شمال سيناء، تسهيل حركه البضائع، في نفق اتعمل في بورسعيد، في معديات طبعا دي اساسيه من الاول، في مثلا كوبري عام باسم الشهيد احمد منسي رحمه الله عليه وعلى الشهداء كلهم، في كمان على الناحيه الثانيه في نفق للشهيد ابانوب. فالموضوع لا، احنا سينا واخده وضع الحمد لله كويس، ان شاء الله تعدي على خير، دي خلاص اخر اونه ان شاء الله باذن الله تعالى، باذن الله ونكون لا سينا المستقبل جاي، سينا التنميه جايه فعلا، ونطمن على شعب سينا لان ربنا يكون في عون شعب سينا. هو يعني هو انا عايز لهم كل التحيه ان هم برضو متكاتفين مع الجيش في ظل الاجواء وعدم الاستقرار اللي هم عايشين فيه الوقت. والله احنا مش اقل من قوات مسلحه، احنا طبعًا برضو طبعًا. احنا زينا بنقدم زيهم، زينا زيهم طبعًا. احنا هم بيقدموا الروح، احنا بنقدم حتى المعونه والمساعدات طبعًا. يا فندم ربنا معاك. فالوضع لازم تتحمل،
ما صح. يعني لازم تيجي عليك شويه الموضوع، ولازم الموضوع فيه تحمل من المواطنين ومن القوات. يعني حتى لو حصل اي حاجه لازم تتحمل. كل واحد انت في مكانه وجندي في مكانه، انت في حاله حرب فعلا، وحرب مش ظاهره. يعني الاول كنت بتحارب عدو معروف، النهارده مش معروف. يعني النهارده بيسكنوا في المنازل، بيطلعوا الناس ويقعدوا في بيوتهم، فانت هتحارب مين ولا مين ولا جبال وشعاب. بس فالموضوع صعب، وان شاء الله اخره يعني خلاص ان شاء الله يعني. طب هو في اماكن سياحيه في سيناء وكده؟ طبعا عندنا اماكن سياحيه، عندنا شمال سيناء اصلا ليها وضع خاص، كمواد فيها مثلا اسمنت، جرانيت، بازلت، رمله، الحاجات دي كلها. طبعا الرمله بتاعت سيناء. عندنا مثلا محميه الزرانيق، عندنا الفرمه منطقه اثريه، عندنا بحيره البردويل، ونتمنى ان شاء الله يعني كمان بعوده يعني كمان الصيادين يعودوا ان شاء الله ويمارسوا مهنتهم فيها. ليه هم لسه ما رجعوش؟ ان شاء الله قريبا ان شاء الله يعني في وعود من السيد المحافظ والجهات ان احنا ان شاء الله هيرجعوا. احنا بحيره البردويل فيها 1228 مركب صيد، يعني تكلم على 4000 اسره فاتحه بيوتها زي اسطول. يعني 4000 اسره، فان شاء الله كمان دي يعني في امبارح ان شاء الله الحمد لله اهالينا رجعوا، وفي قرى رجعت ان شاء الله الحمد لله. والخطوه الجايه ان شاء الله نتمنى بحيره البردويل يتم فتحها ان شاء الله، ويستمر التنميه، عشان عايزين احنا، انا كواحد سيناوي عايز الوادي يجي عندنا، يعني نعمل تنميه حقيقيه ويجي الشباب عندنا. تمام. طيب استاذ محمد، طبعا احنا اتكلمنا عن دور الجيش في تنميه سيناء، احنا دلوقتي عايزين نتكلم بقى عن دور القبائل السيناويه. طبعا واحنا بنوجه التحيه من هنا لكل قبائل سيناء، وعلى ما نذكر طبعا منهم او اللي نعرفهم قبيله البياضيه والاخرسه وقبيله العقيليه اللي حضرتك منها او العقيلي. طبعا تحياتنا لكل قبائل سيناء، احنا ده الاسماء اللي احنا نسمع عنها. لا هو احنا عندنا عشان بس ندي كل واحد حقه. اتفضل. طبعا تحياتنا لكل القبائل عموما. طبعا لكل القبائل. عندنا قبائل كتير جدا في شمال سيناء. اكيد طبعا يا فندم. عندنا قبائل كتير ضحت. يعني في مقوله لسه كمان قاريها انا قريب، يعني بيقول لك طريق الاباء يخطوه الابناء، سيناء امانه الاجداد على العهد وعلى الوعد مكملين. طبعا ده مشايخ سيناء لهم دور بارز جدا في مساعده القوات المسلحه منذ حرب اكتوبر 73. مش بلدهم. طبعا ما هي بلدهم. يعني لو هم ما قوموش بلدهم مين هيقومهم؟ رئيس المخابرات الحربيه، لدرجه ان في ناس بارزه، رئيس المخابرات الحربيه فؤاد نصار في وقت الحرب في وقت 73 قال لك بدو سيناء لهم دين في رقبه مصر. انا بقولوش لا احنا لينا دين، احنا ده واجب علينا. انت جمعيه مجاهدين سيناء والشيخ عبد الله جهامه طبعا معروف لدى الناس كلها، هو رئيس الجمعيه. عندنا مجاهدين من جميع القبائل. طبعا يعني انا ممكن اذكر لك اسماء كمان، يعني ممكن مثلا اخر مجاهد وتوفاه الله الشيخ عبد الفتاح مرزوقه. يعني ايه بقى البيضية. مجاهد دول اللي الناس اللي تعاونت مع المخابرات الحربيه والعامه في حرب من 67 و 73. كانت عمليه وصل بين الجيش المصري وبين يعني نقل اللي هو داخل يعني في ضفه الاسماعيليه وسيناء. في بقى نفع بيعود عليه ولا بيعمله لمجرد ان هو حابب بلده؟ وطني. يعني كل الناس اللي المجاهدين دول واخدين نوع امتياز من السيد الرئيس انور السادات. الموضوع ده جاي من يعني 73. يعني عندك مثلا الشيخ عبد الفتاح مرزوقه ده من قبيله البياضيه، في مثلا من قبيله العقايله مثلا سلمان سلام العقيلي، وفي ضيف الله علي العقيلي، دول ناس ماخدين نوع امتياز. في مثلا عندي الحاج سلامه راشد من مساعيد، قبيله المساعيد. وفي سليمان ابو راشد من الدواغره. في عندي مثلا الشيخ سالم الهرش طبعا، وتاريخ 31/10/68 ده معروف كده، كل طبعا المؤتمر الحسن الشهير اللي هو قاله الحسن. يعني سيناء جزء لا يتجزا من جمهوريه مصر العربيه. عندي الحاج سالم شتيوي من السمعنة، وابو غانم برضو من السمعنة. عندي اللي هو محمد اليماني، وكان قائد، هو من قبيله القضيه برضو، وكان قائد في ليهم. عندي مثلا من قبيله رمله الحاج سلمان حسن، وعندي الحاج عيد سليم من الترابين. الناس دي يعني انا عديت لك حوالي 6 7 قبائل طبعًا. الناس دي كلها ضحت. المجاهدين دول كانوا من كل القبائل، هدفهم واحد، ان احنا نتعاون مع الجيش المصري. ورحمه الله الشيخ سالم ابو عكفه اللي هو كان ظهر في فيلم الطريق الى ايلات، اللي هو كان المرشد للقوات الخاصه البحريه اللي استطاعت ان هي تدمر ميناء ايلات اللي كان في 5 و6 فبراير سنه 1970. عندنا الشيخ ابو حراز اخر واحد اللي كمان في المسلسل اللي كان، احنا قعدنا نذكرهم مش يعني اخر واحد ضحى في الاونه القريبه.
وعندنا مثلا من رجال الاعمال مثلا المهندس ابراهيم العرجاني النهارده برضو من الشخصيات العامه اللي بتدعم مع الجيش ومع القبائل. هو مش شرط ان هو الدعم يكون عمليات فدائيه، يعني ممكن يكون دعم مادي او دعم لتنميه البلد. دول وسام وشرف لينا طبعا في كل القبائل. يعني انت لو جيت عديت كل القبائل هتلاقي النهارده احنا كمان شباب بنأدي الدور ده. يعني احنا في صف واقف مع الجيش المصري، وفي صف بيدافع. احنا في لو انت عرفت حاجه ومعلومه وصلتها فانت برضه بتدافع. طبعا كل واحد بيعمل في مقدوره او في استطاعته او في استطاعته. فالوضع ان شاء الله، يعني نتمنى من الله ان سينا تعود زي الاول، وان شاء الله ان شاء الله وبفضل القوات المسلحه. يعني مش احنا طبعا بعد الاسماء اللي ذكرها الاستاذ محمد والاسماء الكتير طبعا اللي احنا بس وقت الحلقه مش طبعا مش هيساعد طبعا مجاهد طبعا دول الدم تم ذكرهم لدى اجهزه المخابرات. احنا في ناس انا اعرف ناس تاني ما كتبتش اسمائهم وما تمش حصرهم، فانت تتكلم ممكن ب 1200. احنا بنوجه، انا هقول بس معلومه واحده. اتفضل. الشعب المصري في فتره حرب 73 كنا 37 مليون، فشمال سيناء النهارده احنا 457 الف مواطن. فلو جيت حسبت النسبه والتناسب هتلاقي شمال سيناء في وقت اوانه الحرب ما عديش ال 40 50 الف مواطن. أيوة. فلما طلع 1200 مجاهد غير السيدات، السيدات طبعا فرقم كبير. ايوه طبعا، يعني رقم كبير. وغير كده كمان كان في ناس قاعده في الشرقيه والاسماعيليه والبحيره، كل واحد بيقوم بدوره حسب التهجير. ف 1200 او 1500 ده رقم كبير جدا. احنا بنوجه التحيه لكل قبائل سيناء بقبيله ولكل شهداء سيناء ولكل الناس اللي وقفت مع الجيش المصري منذ حرب اكتوبر سنه 1973 حتى الان من شباب ومشايخ ونساء واطفال سيناء. المرأة السيناوية كمان طبعا من طبعا يا فندم احنا بنتكلم عن ليها دور كبير. ما عندهاش وسائل ترفيهيه زي المرأة القاهرية بحكم وضع المكان. في الاونه الاخيره احنا عايشين من 2012 وضع صعب، تحملت مصاعب كتير ومشاكل كتير بحكم وضع مع جوازهم، وسابوا مثلا دارهم بيتهم وراحت اتنقلت في مكان معلش عشش واماكن ما فيهاش اي وسيله ترفيه ولا ميه ولا ثلاجات ولا غسالات ولا اي حاجه. فهي يعني المرأة برضه في سيناء بتجهز زيها زي الرجل بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك المرأة بتضحي من ما قبل 73، وعندنا شخصيات معروفه لدى المخابرات كانت بتنقل بالثلاث شهور اربع شهور الحاجات اللي عايز تنقلها المخابرات للمجاهدين، والنهارده برضه بيضحوا. المرأة المصريه بتتميز بالقوة، بتشتغل مع جوزها في زراعات، بتشتغل حرفات يدويه. كل السيدات بيشتغلوا في سيناء وبره سيناء. انا عايز اقول لحضرتك احنا بنتكلم على الطبيعه الجافه بس بتاعت سيناء بحكم ان مفيش خدمات زي هنا. او لحظه واحده يا اسلام بس انا يعني بوضح حاجه، لان هو بيوجه شكر مخصوص لسيدات طبعًا. سيناء فانا بوضح ان كل السيدات طبعا. لا انا يعني سيدات سيناء على الراس فعلا، استحملوا مصاعب كتير جدا جدا جدا. الناس عايشه في فترات صعبه. تخيلي انت مثلا وليكن مثلا سايبه بيتك مثلا اربع شهور خمس شهور سنه، فانت متاقلمه مع الجو، بتساعدي جوزك، واحد شغال مثلا حرفه والوضع وقف دلوقتي فانت الدخل ما بقاش زي ما هو، فانت مستحمله ما بتحطش عليه ضغوطات. بتشتغل مثلا عندنا مثلا موسم زي دلوقتي النخيل، بيقوموا بالتمر ده ويعملوا عجوه وحاجات زي كده. فهي لا ست مهما نقول مش موفق حقها بصراحه. يعني تحياتنا لكل سيدات سيناء على وجه الخصوص. وعندنا مثقفات جدا، ممكن تبقى مش متعلمه لكن على قدر عالي من الثقافه. وخلي بالك البيئه السيناويه عموما لو جيت ناقشت اي شاب او اي راجل كبير ممكن تلاقيه مش خريج كليات عليا لكن يكلمك كسياسه وكاقتصاد ما شاء الله احسن من خريج اقتصاد علوم سياسيه. ودي بامانه الناس تعتبر يعني متعاصرت حروب كتير، ده غير اللي موجود دلوقتي حاليا. لا الفكر وكالثقافه وكالست، الست لا الست عندنا والشباب لا. انا مهما اقول يعني انا مش عايز نصرة البرنامج للست السنويه عشان خاطر الاستاذ محمد سلام، مش عايز اكابر والله ولا عايز اقول كلام يعني الناس تقول لا، بس بصراحه يعني حاجه في ظل الظروف دي انها يعني كمان اخر موقف اللي هو في رابعه وقطية وقطيه والمرايه انها تسيب بيتها فتره عيد وتروح تقعد وتقف مع جوزها. لا انا هنا بشوف حاجات مع احترامي لحضرتك يعني لو الميزانيه اختلت شويه تلاقي المشاكل. لا انت الميزانيه باظت خالص وهي واقفه ومصره وبتساعد وتشتغل. تمام حضرتك بتتكلم عن اختلاف الميزانيه وان لو الميزانيه اختلت بيبقى في مشاكل في اسر قليله لان العدد في القاهره كبير فبتبقى المشاكل باينه، لكن في سيناء حضرتك لسه قايل ان العدد قليل. أيوة فالمشاكل بالطبع تبقى قليله. تمام على راسي مفيش مشكله، بس انا بديكي كنموذج ما قلتش كله ولا يعني انا دايما من طريقه انا برضو بوضح نموذج حضرتك ليس الا احنا بنتكلم في العموم. ست سنوات يعني استحملت
كتير قوي قوي قوي. انا وانا طفل كانوا بيطلعوا اماكن مثلا 5-7 كيلو عشان يروحوا يطعموا اطفال. وحدات صحيه كانت متراميه بعيده، كل مثلا 20 كيلو وحده صحيه. كل الموضوع كان صعب بجد 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 صعب. وهي صعبة. يعني هي امي واختي وكل حاجه وبنتي في يعني فست ثانوية تاج يعني على الراس. تحية مرة ثانية والشباب الثانوية يا استاذ محمد عشان خاطرك عشان الموضوع ده ما يوجدش مشكلة في البناء. تحية لكل نساء مصر وعلى أخص السيدات الثانوية. طبعا تمام. دور الشباب بقى في تنمية سيناء. عندنا الشباب كله بيعمل يعني مش بيعمل عشان برضو ما نوقفش لو في حاجة جاية. لا يعني اللي مالوش مجال مثلا عندنا الزراعات شغالة اللي هي الزراعات الخضروات، فمعظم الشباب بتشتغل. عندنا بحيره برداويل مثلا في شباب بيشتغل فيها كتير، هي واقفه دلوقتي فتلاقيه بيشوف له اي مصدر دخل تاني. عندنا ناس مثلا بتشتغل في الدواجن، عندنا ناس بتشتغل يوميات، اليوميه بيطلع يوميه بيشتغل ب 50 70 80 جنيه. كل الاعمال او الوظائف عموما متاحه ان هم يشتغلوها في سيناء ولا في ازمات بتقابلكم؟ هي مش كلنا شغالين قطاع حكومي ومش كلنا عندنا مصادر دخل ثابته. ان شاء الله مع التنميه ومع دفعه عجل التنميه هتلاقي الوضع اختلف. يعني احنا بقينا نزرع في اراضي كتيره، بقت الزراعات هي رقم واحد دلوقتي. بحيث ورداويل هي شغاله. الحرفه اليوميه دي في الوضع ده صعبه بصراحه. يعني اللي عنده حرفه يدويه او حرفه بيطلع يوميه الوضع صعب اصلا على الكل، يعني مش على الحرف اليدويه عموما مرهقه اصلا. مش وبعدين هي بتكلف تكلفتها عاليه صح؟ لا هو احنا عندنا ما عندناش شباب ولا المواد الخام متوفره. يعني عندنا اي شاب عنده هدف هتلاقيه. خلي بالك هقول لك حضرتك بس حاجه، المشكله اللي بتعود على الشباب كلها ان انت تبقى عندك فتره طويله من الوقت ما عندكش حاجه بتعملها. تمام. فده انت بتفكر وما عندكش حاجه تعملها فبتروح تفكيرك بقى في حاجات تانية. لكن انت مهتم حتى لو اي شغل بتشتغله، لا بتفرق معاك انت كتكوين شخصيه راجل. يعني شاب 18 سنه تلاقيه مسؤول عن بيت، 20 سنه مسؤول عن بيت. تمام. غير ايه ده مسؤول عن اسره من هو 18 سنه. احنا عندنا الجوازات اصلا كمان الجواز من 20 سنه من بدري قوي تلاقيه بس متجوز. الموضوع ده اساسا يعني اتمنع من زمان. لا عندنا 20 سنه و22 سنه بيخلصوا كل بلد ولها عاداتها وتقاليدها ويشتغل لان هو قادر ان هو يفتح بيت. قادر ايه بقى بالظبط؟ ماديا ولا هيقدر يتحمل ان هو يتحمل مسؤوليه اول شيء، وفي نطاق الحياه البسيطه اللي هو عايشها. تمام. لو هو الزوج 18 سنه لا خلينا 22 بعد فتره نرجع عن كلامنا. لا 6 18 تمام. 22 سنه برضو لسه صغير ان هو يتحمل اسره او ان هو لو قابلته ازمه كبيره يقدر ان هو يقف. قلت لك اختلاف الثقافات. هو بطبيعه تربيته اصلا الثقافات هنا بتختلف. طبيعه تربيته اصلا يعني تنزلي واعملي برنامج مع الناس في الشارع هتلاقي شباب 13 14 سنه بيكلموك كلام انت هتصدمي. ما تنسيش برضو ان البيئه متربي فيها، البيئه نفسها مأثره عليهم طلعاه تربيته كراجل انه يستحمل، لان الناس دي شافت كتير ولسه بيشوفوا لغايه الوقت اللي بيحصل. والمواريث اللي هو احنا جدك بيورثك حاجات ووالدك عندهم العادات والتقاليد ونظام القبيله. عندنا ترابط اسري معروف بالحذر قوي. شجره العائله وترابط القبائل وفي شيخ قبيله كل يسمع كلامه والمشايخ طبعا والعادات والتقاليد لحد دلوقتي شغاله. المناسبات زي ما هي. لا لسه احنا على العهد باقيين زي ما احنا قلنا تكملة الاجداد ان شاء الله. الحاجات ديت والله يا استاذ محمد هي الاساس اللي انك تحافظ على الاصول عندنا زي ما هي اصول. لا في حاجات مميزات كتير قوي. طب وبالنسبه للتعليم بقى بتهتموا بالتعليم هناك وكده؟ جدا. انا عندنا بنات معيدات، بنات في اعلام، بنات دكاتره بياخدوا دكتوراه من بره مصر، بنات. بس صعب قوي يعني مثلا خلينا نتكلم عن الازهريه مثلا، طلبه الازهريه جامعات تخصص. الازهر كلها هنا في القاهره. عندنا بورسعيد. تمام ماشي. بورسعيد هو بيخرج بره سينا طبعا، السفر من سينا لاي محافظه تانية صعب. هو كوزاره التربيه والتعليم النهارده جامعه العريش الحمد لله فيها كذا كليه. تمام. لدرجه ان احنا هنفتح كليه الطب وخلاص الموضوع في جامعه العريش في اكتفاء خلاص. يعني في تربيه، في طب، في تربيه رياضيه، في حاجات كتير. بشوف طلبه كتير جدا من الازهر او كده. هو الازهر عموما شامل من الصعيد عشان احنا هنا طبعاً. يعني الازهر عموما عددهم عدد لا لا بشوف طلبه كتير قوي هنا في القاهره عشان يدرسوا بس في جامعه الازهر. ما هي عشان ما فيش جامعات، بس عشان ما فيش مش منتشره، ما فيش انتشار لجامعات الازهر. تمام. ما فيش جامعات كتير يعني احنا في اعتقد في بورسعيد
في الزقازيق، في كفر الشيخ، وعدم الانتشار بتاع الجامعات يعني الازهريه. لكن برضو الخطه الجايه ان احنا برضو الدوله تزود المعاهد الازهريه او الكليات الازهريه في محافظات كتير، يعني تلاقي في بني سويف بقى في كليات، وفي بقى ازهر لا ما فيش يعني الكليه اللي بتزيد في المحافظات بتبقى كليات قليله جدا، كليه دراسات اسلاميه. تمام، ما هو الضغط على الدراسات الاسلاميه واللغه العربيه والكليات اللي هي، لكن طب وهندسه تيجي هنا طبعا. أمين. في اثناء المشاريع التنمويه اللي بتتعمل في سيناء، طبعا ابناء سيناء مشتركين مع الجيش في الشغل وكلام من ده، مشتركين معاهم ابناء سيناء في الجيش. اكيد اكيد طبعا، وان شاء الله يعني هتيجوا تصوروا عندنا بعد مثلا وقت قريب ان شاء الله. شرفنا الوصول لسيناء كليا، وان شاء الله تنميه تحصل فعلا. فمش هنسبق احداث، وخلينا بس نمشي ان شاء الله. بس يعني الحمد لله عودة اهلنا امبارح، بس مش كمان ان شاء الله يتم فتح بحيرة البردويل، عشان برضو في ناس كتير قوي زي ما قلت، في حوالي 4000 اسره بحيرة البردويل، 4000 اسره مثلا على الاقل، يعني مش اكتر طبعا. مش حصل يعني مش انا بقول رقم. فدي حاجات كلها يعني انا يهمني ان المواطن يلاقي قوته في اخر اليوم باذن الله، عشان برضو انت طول ما في سعي عموما بيبقى ما انت برضه في نقطه لازم تاخد بالك، بتتحارب من ناحيه تانية، يعني في ناحيه تانية بتحارب فيك، في بيحاولوا يعني طبعا طبعا ناس. طبعا العداءات وكل ده موجود طبعا في اي مكان، بس طيب. ان شاء الله خير باذن الله. في نهايه حلقتنا النهارده بحب اشكر حضرتك يا استاذ محمد، وبشكر كل مجاهدين سيناء ربنا يرحم المتوفين منهم، وبشكر سيدات سيناء والطالبات العلم من سيناء وطلاب العلم ايضا لتحملهم مشاق السفر وتنقلهم لبلد اخرى للتعلم ليس الا. شكرا لحضرتك وحضرتك نورتنا النهارده، وبشكرك يا اسلام. شكرا يا لك، انتظرونا ان شاء الله الحد جاي في حلقه جديده من برنامج ابن حياتك. شكرا.